ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. في الفيديو ده النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة في القناة بتاعتنا. السلسلة هي كارير مود. هنلعب المانجر كارير. هنلعب بفرق صغيرة، هنشوف ايه ممكن تبقى ستوك سيتي، ليستر سيتي، هنشوف. وبعد كده بقى نخلص السلسلة دي ان شاء الله ونوصل مثلا لحاجة جامدة او كده، هنخش نلعب على البلاير. عايزين بقى يعني هدفنا هيكون في البلاير بلاير مود ده اللي احنا نوصل لمثلا البالندور مثلا. فهنشوف، نخش دلوقتي المانجر كارير مود، نختار ابو كاب ده، هنسميه بدر. بدر اوكي. وان لاست نيم هنخليه هوف. تمام. ناشوناليتي المصرية، فين؟ ايجيبت. ايجيبت. بص انا الشكل مش هلعب فيه، اللبس الشكل ممكن نلعب فيه بعدين، يعني مثلا نلعب فيه بعدين، ممكن اشوفه بعدين ونلعب فيه. هنبدأ فين؟ الدنيا مع بريمير ليج اهو، ارسنال، استون فيلا، اي ثينك اي ويل جو تو ايفرتون. ايفرتون حلوه، نتكلم على نخش ايفرتون. اوكي ايفرتون ماشي، هنبقى هنا بروفيشنال. اللينث هنخليها 4 دقايق. دولار فاينانشال مش هنسيبها، مش هنخليها، يعني مفيش فاينانشال. بس اوكي كده احنا ممكن نبدأ ادفانس. ندخلونا دلوقتي على البريمير ليج ونحاول مع بعضينا نكسب مثلا ويفا شامبيونز ليج، الدوري، مع ان الدوري صعبة شوية بس هنحاول. طبعا يا جماعة لو عجبتكم الفكرة او عجبتكم انا عارف اليوتيوبرز كتير بتعملها، بس لو عجبتكم يعني طريقتي في اللعب كده او عايزين نكمل في السلسلة، يا ريت تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتعملوا شير اكيد لو عجبكم الفيديو. ولو ما عجبكوش قولوا لي في الكومنتات ما عجبكوش ليه. هنعمل كرييت نيو كارير مود ونكتبها ديليت كل ده. اوكي نكتب ال ايه الايفرتون. دخلنا ليفربول انترناشونال كاب. نيو بوس لو احنا. طب انا عايز اخش اشوف احنا معانا حوالي 60 مليون، السكواد اخبارها ايه؟ حلو والله. استنى كده نشوف، طلع احط ده هنا، حط لي ده هنا. I think خلاص كده تمام، هي دي هتبقى فرقتنا. استنى خلي ريشارلسون بدل ال ST. و عندنا الجون بتاعنا بيكفورد 80. I think انا محتاج كتير اوي. طب تعالى كده نخش على ال development squad. محتاجين ريشارلسون اهو، ريشارلسون ديفلوبمنت. اللي عاجبني ان ريشارلسون صغير ف هيتطور بسرعة. احنا عايزين الاول بس نخليه ال دبليو، سوري ال ام اهو، ال ام 25 ويك. اوكي احنا حاطين غافي مارتينيز ار دبليو، عايزين ار ام.
ونحاول نلعب كام ماتش مع بعض. بص، هو كل الحلقة هتبقى نص ساعة، ممكن تقفل على طول، ممكن تقفل في نص الماتش حسب، بس هي الحلقة كل حلقة هتبقى نص ساعة بالظبط. اوف، خليه يقرب، يخليه يقرب، هو كده كده اصلا خفي مارتيز صغير كبير سوري، هيمشي على طول. يعني نشتري مين؟ جيمز كام؟ نبعت السكواد شوف لنا جيمز ونخليه في ترانسفير ليست. الشبح ده بكام؟ لا الشبح ده خليه بعدين. طب تعالوا نلعب اول ماتش. ماشي ماشي، تعالوا نلعب اول ماتش. بص انا هعمل احسن بالكليندر سكيب لحد الماتش. سوري يا جماعة، حصل الدراع خلص شحن مني. ما خلي كده لحد هنا، قولولي برضه يا جماعة في الكومنتس لو عايزيننا نشتري حد يفرق لنا في الفرقة مثلا، أي حاجة. كول مان عايز ايه؟ كول مان، عمو كول مان، عايز ايه كول مان؟ شكرا يا سيدي. انترناشونال كاب ريست سكاتري فورد انتروداكشنز، فكك الكلام ده كله. ماشي، تعالوا نخش اول ماتش. ليتس جو. هنلعب ضد جلاتا سراي. مين جلاتا سراي؟ تقريبا جلاتا سراي. والله هو غافي مارتينيز يا جماعة، كان غافي مارتينيز مين؟ غافي رودريجيز قصدي. هو اسمه مش اسمه جيمز برضه؟ اه اسمه جيمز. يا جماعة بصوا، انا ايه، انا مصور قبل الفطار، فاهم عليكم بقى، وعلى على العتة اللي انا بقوله ده. انتوا ممكن تلاقوني عادي بقول على ميسي رونالدو وحاجات كده في الضياع خالص، بس اتمنى ان انتوا يعني تضحكوا وتبقى مسلية عليكم. لو هي هتنزل قبل الفطار، لو بعد الفطار هحاول انزلها. لو انا بصور النهاردة قبل الفطار، خلاص فاضل اصلا يعني حوالي نص ساعة الفطار، فانا هحاول انزلها لكم بكرة اللي هو هيبقى يوم 11 رمضان، بعد الفطار يعني. نشوف الناس الجامدة في النشيد العالمي، وقولوا لي برضو لو عايزيني اعمل فيس كام، انا عندي امكانية ممكن اعمل لكم فيس كام عادي. المشكلة دي بس في السيت اب، يعني ورايا السرير وكده، فالدنيا ضايعة خالص. ما تعالى كده نحاول. ايه، انا لو حسيتها يا جماعة بروفيشنال سهل شوية، ممكن اخليها وورلي كلاس، وبعد كده حبة 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 نطلع مع بعضينا، فاهمني؟ انا لو دخلت جوان كتير هعمل اسكاب للماتش على طول، فاهم؟ يا عم الناس التعبانة دي، الواد اتصاب من بس الكورة، ايه العطا ده؟ كابتن الحكم بي تقريبا بينادي واحد صاحبه ولا مش عارف ايه. تعالى معانا الموضوع هنا، تعالى معانا حوار، فاهم؟ ماشي، يلا يا عم، كتر خير الدنيا. انا كبدر مبسوط بصراحة. ايه هات كده، خد دي، والله بص كده اهو، ودي ده كده. ايوه يا جامد يا جماعه، انا حاسس ان البروفيشنال سهله شويه. استنى كده، تعالى نعمل جامب توزلت. اوف، الغباء اللي انا عملته ده، لا مش من اولها. طب طيب، مش مهم مش مهم، انا هحاول اخليها بس عشان نحس بمتعه، بدل ما افضل ادخل اجوان ادخل اجوان. ما نخليها وورلي كلاس، لو حسيناها برضه سهله نخليها ليجندري حبه حبه كده. لما دخلني انا على السيتنجز، ديفيكالتي بروفيشنال وورلد كلاس، مش بس كده. يا عم شوف لي عمو جيمز، يا عم اخبره ايه، وريني. هو صغير جدا، مشكلة فاهم. خيسوس، مارسيال،
اوبا اوبا، بس المشكلة الاوبا لو 31 سنة يعني فاهم هيبدأ يقل على طول. ممكن نجيب انا كبا، ممكن نجيب ديسوس، بس المشكلة معناش ميزانية. اوف انا هفكر في ناس عالية اوي، احنا اصلا معناش فلوس نجيب بيها اي حاجة، مفيش فلوس يا عم. رب مدير النادي انت ما تجيب لنا اي حاجة كده من تحت البلاطة، ما احنا لو كسبنا فلوس يعني، لو كسبنا دوري او كسبنا اي حاجة انت اللي هتكسب في الاخر برضه. حس بينا كابتن، ده لسه تاني ماتش ليا معاكوا يعني. اعلن يا جماعة النهاردة يوم الخميس، حاول اعمل لكم حلقة كل يوم خميس في لحد اخر رمضان يعني، مش كل يوم خميس، يبقى كل يوم اتنين وخميس عشان لو اخر رمضان يبقى هينزل حلقة ولا حلقتين بس، فهتبقى يوم الخميس ده، يوم الاتنين الجاي تمام، ويوم الخميس اللي بعده تمام. فهو نحاول نشوف كده مع بعضين. انا مظبط عندي بلاي ستيشن اللي هو نص ساعة ويقفل على طول الفيديو، فهنشوف يعني. وورلي كلاش شكله بيلعب اهو، ايه ده انت رايح فين يا كابتن؟ هات الكورة، هات الكورة، ربنا يهديك، هات الكورة. لو عندكوا اي ناس نجيبهم بالميزانية الكحيانة اللي معانا دي قولولي. شوت بقى، ايوه يا ريشارلسون يا جامد. ولو عايزيننا برضو نلعب التيمت تيم ما عنديش مشكلة، نجيب فرقة من الصفر برضو ما عنديش مشكلة، نبدأ من الصفر خالص ونحاول بص يا جماعة انا من رأيي نخلص الكارير مود ده اللي هو المانجر ده، وبعد كده نخش بقى يعني نعمل اللي هو شو التاني، شو التاني ماشي، نعمل اللي هي الالتيميت تيم من الصفر تمام. بس مشكلتي حاجه واحده بس، اللي انا نتي جد وحش جدا، انا قاعد في مصر فنتي وحش جدا جدا، وبكلم وي يسرعوا لي النت بيقعدوا لي بالتمن تسع عشر شهور واقف جنبهم بتحايل عليهم والله. انا بصرف عليهم يعني، انا فاتوره النت بتاعتي مثلا بيجيلي ربع 500 جنيه ولا حاجه، بصرف عليهم رصيد اكتر من 500. الصيد ليه يا عم قالن؟ ما تقف في حته نظيفه، استغفر الله العظيم يا رب. ماشي ماشي ماشي، احنا كده كده كسبانين 1-0. احنا الكاب ده لو كسبناه المفروض هيدونا 11 مليون، فممكن يفرقوا معانا في ال اسمه ايه، اسمه ايه مين، في يفرقوا معانا في في الترانسفيرز يعني، لو عايزين نجيب لعيبه وكده. انا يا جماعه بصراحه اول مره اجرب الحوار اللي هو العب بفرقه صغيره ده، انا دايما بخش العب ببرشلونه بريال مدريد وما اعرفش ايه كده. انا مش عارف ليه حاسس ان هم يعني هو صعب وفي نفس الوقت سهل يعني، صعب تقطع الكوره بس لما تيجي تاخد الكوره يعني فاهم ما بتسيبه يعني، بتجري براحتك محدش يوقفك، فاهم قصدي يعني كده خدت الكوره وخلاص جون فاهم. فانا هحاول بص احنا نعمل الحلقه دي كده اقول لك كلاس، وقولوا لي لو عايزينها ليجندري الجيم الجايه ولا لا. بدماغك يا جوميز، شوتر شاطر. ايه يا عم، ايه يا عم، ايه الرجل الطرشه دي؟ بص ايه بقى، فين، ازاي قوي، ايه 2-0 يا جماعه. مش فاهم انا حوار الاصابات ده، انا ايه يعني اللعيبه بتصاب لها ده، انا خايف بس لو لا مثلا لعيب عندي يحصل له اصابه صعبه فنضيع احنا كلنا في الاخر، فانا بحاول اشوف اهو. ارفع كده جون بقى يا عم، بس شوت 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 دخل كده. ايوه يلا يلا يا كليفرت، ارفع كده شوت بقى. ايوه يا جيمس، ايوه غلطة محدش هيجيبها غيرك.
كمان لو في مشكلة في الكواليتي، مشكلة في الصوت او كده، انا لسه في البداية يعني، فان شاء الله لو لقيت ده مع الفيديوهات ممكن احاول احسن شوية من الكواليتي. الكواليتي انا مش بايدي بصراحة، لو حد عنده يعني طريقة نحسب بيها كواليتي على بلاي ستيشن، بس انا مسجل بلاي ستيشن وبقى كده باخده على فلاشة ومنتج، فما اعرفش حوار الكواليتي ده اعدله ازاي من على بلاي ستيشن. شوف كده يا رشالسون، يا رشالسون تحول تحول يا ابني، حرام عليك. انا عندي فكرة، احنا نبيع الواد كلوفرت ده نخلي رشالسون اس تي تمام، ونستفيد بالفلوس مثلا نجيب ال ام ساني كومان، الحاجات دي معرفش هما بكام اصلا، بس هنشوف يعني. حتى لو مش ساني كومان ممكن نجيب، عارفين الواد اللي لسه نازل في الفوت بريد داي ده، سيمون ده مش اسمه ايه ده، ما هو كده كده شكله صغير في السن اصلا، ممكن نجيبه يتطور عندنا في الفرقة والدنيا تبقى جميلة يعني. كمان محتاجين جول غير بيكفورد، بيكفورد 80 بس ما اعرفش ممكن برضو يتطور ولا لا، فهشوف. ارفع جيمس، ربنا يخليك يا جيمس والله، كتر خير الدنيا. ايوه يا شارلسون اعمل حاجه بقى يعني، انا عمال اقول اخليك اس تي الاساسي ومفيش، ماشي. هي انا مشكلتي حاجه واحده بس، ان انا بلعب باربعه ستار موفز على الاقل حاجه، واللعيبه اصلا الاشغال بتاعتها كحيانه ناس ميتين. عندي فور ديفندرز ده مين ده؟ أما ليون مين بس، ربنا يهديك. انا من رأيي يا جماعه احنا نستنى شويه ونجيب، اكيد اكيد كريستيانو رونالدو هيموت خلاص، سيتون ولا سيتونين كده هيموت، وين نشتريه ممكن حتى اصلا ببلاش. انا بس اضرب عشان ثلاثه وكده بس، شكلي والله هبلع. انا من رأيي يا جماعه احنا هنعملها ليجندري صح؟ اه بس الحلقة دي تبقى اورلي كلاس، وكان الحلقة الجاية نعملها ليجندري برضه. اقول لكم تاني لو عجبكم الموضوع قولوا في الكومنتس، دوسوا لايك. بصوا نوصل الفيديو على 10 لايكس هنزل الفيديو بتاع يوم الاثنين، مش هنوصله 10 لايكس هنزل الفيديو بتاع يوم الاثنين برضه عادي. يلا رشاش، يلا رشاش، يلا يلا حبيبي، يلا كتر خيرك، يلا. ايوه ايوه اوف سايد صح؟ اوف سايد، لا مش اوف سايد. قشطه قشطه، ماني بقى واحده امبابي، ماني مين واحده امبابي. لا بصوا يا جماعه لو دخلنا جون تاني هعمل جامب تريزلد على طول، ف نشوف. وممكن يا جماعة تكون اصلا رول كلاس سهلة علشان احنا بنلعب ضد فرقة تعبانة نفسيا، ما اعرفش والله هنشوف يعني فاهم. وجماعة لو حسيتوها بتزهق مثلا ان انا بلعب ماتش كامل كل مرة واحدة قولولي برضو، وانا هحاول اقطع شوية، احاول اشيل لكم الحاجات المهمة اللي مش في الماتش. اوف الحاجات المهمة اللي في الماتش انا هعمل جامب تو ريزلت بصراحة عشان زهقت حتى ما ناكلش جوان. تمام انا برايا يا جماعه احنا كفايه نلعب ماتشين بس النهارده من انترناشونال مانجمنت. عايز يا عم فيكتور كوبر انت، ده الكابتن اللي هو رئيس مدير اعمالي ده مش اسمه ايه ده. ماشي يا عم كل سنه. طيب انا هشوف برضو الواد ده، استنى نخش كده سكواد تاريخ نشوف الواد دوت بكام، اتو ترانسفير كده في الفاينانشال. مين اغلى واحد في الفرقة دي يا عم؟ ولا لا ايه ده الواد ده غالي. اوبا احنا كمان ممكن لو بعناه يكون معانا 100 مليون ولا حاجة نشتري بيهم حد، وريشاليسون هيظبط الأداء. بس انا بقى اخلي ريشاليسون اس تي بدل ما نخليه بتاع ديفلوبمنت بلان. لا انا مش عايزه دي، انا عايزه اس تي، اس تي تحت صح. بس انا لو لقيتني تايه شويه بص حبه حبه هبقى جامد جدا معاكم، بس انتوا تقولوا عليا. بس اس تي فين هو اصلا؟ اس تي الغباء ده
ماشي، هو ولد اس تي، فتعالى بقى نحط له بلان يتطور فيها. خليها جروث. انا كبدر خليها موبيل سترايكر عشان عايزينه يظبط الشوتينج ويظبط الدريبلينج والبيس، وهيبقى 5-5 فهتبقى حلوة. وممكن كمان نشوف ده، ازاي اللي بيه 78 بيس؟ يعني حضرتك مين قال لك الكلام ده؟ ازاي يعني؟ بيكفورد ممكن يتطور على فكرة، 26 سنة، هتطور معانا بسرعة. تمام، خليك جول كيبر. تمام، و تمام. عايزين نشوف برضو كومان او سانيه بكام، عايزين نشوف ال ام محترم. كومان هو ده كومان ولا ده كومان؟ ده كومان صح. اهو اوف، ده انا اصلا عشان اتكلم معاه محتاج ابقى داخل فاهم 150 مليون ولا يا عم. احنا غلابة يا عم، احنا غلابة لسه في الاول. طب شوف لنا ثانية. طيب اي حاجة ثانية. ثانية اللي خلاها ام المهم. ثانية ممكن على فكرة، صدق ثانية ممكن، بس هسيب لكم انتوا الاختيار، نجيب سني ولا نتقل ونجيب ايه. بصوا انا من رايي احنا ممكن نجيب ادم تراوري اللي بيلعب التيمت تيم. عارف يعني ايه ادم تراوري في التيمت تيم؟ عارف كويس يعني ايه ادم تراوري في التيمت تيم. تمام، احنا هننهي الحلقة على هنا. هي مش نص ساعة، مش هخليها نص ساعة علشان ال watch time كده. تمام، هننهي الحلقة على هنا و سلام.